استطاعت مصر أن تجذب كبرى شركات النفط العالمية للمشاركة في المزايدات التي طرحتها مؤخرا في البحر المتوسط والصحراء الغربية والبحر الأحمر، حيث شهدت دخول شركات جديدة تسعى لاقتناص حصة في عمليات البحث والاستكشاف، خاصة بعد أن فتحت الاكتشافات الأخيرة شهية العديد من الشركات للعمل في مصر. هنا تجتمع كبرى شركات النفط والغاز العالمية، تبحث كل منها عن فرصة جديدة للاستثمار في بلد يخطو بشكل ثابت نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز. فتحت مظلة مؤتمر ومعرض مصر الدولية للبترول إيجيبس 2020 تجتمع عشرات الشركات العالمية، بعضها فاز بمناطق امتياز في المزايدات التي طرحتها مصر مؤخرا، سواء في البحر المتوسط أو الصحراء الغربية أو حتى في البحر الأحمر، فيما تسعى شركات أخرى للمنافسة على عملية البحث والاستكشاف. بعد أن فتحت اكتشافات النفط والغاز الأخيرة وعلى رأسها حقل ظهر شهية كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر، وبعد أن سددت الحكومة المصرية نحو 80% من مستحقات شركات النفط الأجنبية. بدأنا نرى شركات جديدة كبيرة ومتوسطة تسعى للعمل في مصر، من بينها شركات صينية وأخرى كشركة كويت إنرجي ودراجون أويل التي استحوذت على أصول تابعة لشركة جابكو. كما شهدنا أيضا توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون وإكسون موبيل التي عادت للعمل في مصر. لقد عملت الحكومة المصرية بشكل جيد لتشجيع هذه الشركات، كما طرحت مزايدات أمام الشركات لعمليات البحث والاستكشاف. وبشكل متوازن خطت مصر خلال الفترة الماضية بشكل متسارع نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز من خلال تطوير بنيتها التحتية واستئناف تصدير الغاز، تزامنا مع وصول الغاز من حقول شرق المتوسط إلى مصر لإسالته وإعادة تصديره. كما وقعت ميثاقا لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بهدف وضع سياسات إقليمية لتطوير واستغلال ثروات الغاز في منطقة شرق المتوسط. إن التحول إلى هذا المركز هو أمر مفيد للغاية بالنسبة لمصر، فمن السهل عليها أن تلعب هذا الدور، حيث أن لديها بنية تحتية جيدة لا تملكها دول أخرى مجاورة في منطقة شرق المتوسط، وبالتالي فهي قادرة على استقبال كميات الغاز المنتجة في شرق المتوسط والاستفادة من عبوره وإسالته في المحطات المتخصصة بمصر. ومع الإعلان عن فوز شركات عالمية كبرى من بينها شيفرون وشيل ومبادلة الإماراتية في أول مزايدة طرحتها مصر للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر، تسعى الحكومة المصرية لفتح الباب أمام عمليات التنقيب للمرة الأولى في منطقة غرب البحر المتوسط من خلال الاتفاق المباشر مع بعض الشركات العالمية. ياسين الجوهر، سكاي نيوز عربية، القاهرة. للحديث أكثر عن قطاع الطاقة في مصر ينضم إلينا الآن من القاهرة وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا. مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا اليوم. معليك سأبدأ من التطور الحاصل في قطاع النفط والغاز في مصر. يعني ب 2015 تم اكتشاف حقل ظهر، 2018 تم إعلان الاكتفاء الذاتي لمصر في الغاز واستئناف الصادرات، اليوم توقعون اتفاقيات جديدة بخصوص مجمعات بتروكيماويات. كيف تنوون تغيير ملامح هذا القطاع؟ يعني هي طبعا زي ما قلتي حضرتك في المقدمة، احنا طبعا كنا بنتكلم في عجز في الانتاج وكان بيقتضي ان احنا نستورد غاز مسال. النهاردة بقى عندنا اكتفاء ذاتي وعندنا تصدير، ومن هنا بدأنا نتكلم في القيمة المضافة. القيمة المضافة بالنسبة لنا بنشتغل فيها على جانبين، جانب المحلي والتوسع في امداد المنازل ب الغاز الطبيعي بدلا من اسطوانة البوتاجاز التقليدية، وكمان أيضا تحول وتحويل السيارات العمل بالغاز المضغوط كوقود نظيف وكمان أرخص من الوقود التقليدي اللي هو البنزين أو الديزل. في نفس الوقت بنشتغل على القيمة المضافة في الصناعة، ومن هنا بنتكلم على صناعات البتروكيماويات، وإحنا عندنا صناعات بتروكيماويات لكن دلوقتي إحنا بما عندنا من غاز بيجعلنا أن إحنا نفكر وأن إحنا نتوسع ونزود في هذه القاعدة اللي بيشتغل عليها بعد كده صناعات كثيرة متوسطة وصغيرة بتنشأ كداونستريم لصناعات البتروكيماويات. فكان من ضمن المشروعات بتاعتنا كاستراتيجية ان احنا
نشتغل على هذه المحاور. وإحنا طبعا اخترنا في هذا الإطار مواقع مهمة جدا بالنسبة لنا، وهو الطريق التقليدي للتجارة العالمية التي تمر من خلال قناة السويس والتي تربط الشرق بالغرب. ومن هنا قلنا أنه يبقى في موقع ممتاز لنا لإنشاء مصنع للبتروكيماويات في هذه المنطقة، وأيضا في منطقة العالمين اللي هو البحر الأبيض المتوسط، لأنه هو الظهير بتاع الصحراء الغربية التي يتم أيضا إنتاج فيها كثير من البترول المصري والغاز أيضا. ومن هنا كانت تلك المشروعات اللي تم توقيع أحرف الأولى بالنسبة لها في هذا المؤتمر في خلال اليومين اللي فاتوا دول. وده بيخلينا ان احنا نفكر في ازاي ان احنا نغطي ونلبي احتياجات السوق من صناعات البتروكيماويات التي يتم استيراد كميات كبيرة جدا منها من منتجاتها لتغطية احتياجات الصناعة المحلية. بدي احكي على موضوع تحويل مصر الى مركز اقليمي للطاقة. على مصر هي مركز اقليمي للطاقة من 75، هذا بشكل اكيد، ولكن هناك خطوات متسارعة للحكومة المصرية ربما لشمل المزيد من الدول في هذه النقطة بالتحديد. انتم انشأتم منتدى غاز الشرق المتوسط وكان في هناك دورة أولى له، برأيك قد ايه ممكن يساعد هذا المنتدى في ربما توسيع حجم مصر كبالفعل مركز إقليمي للنفط والغاز؟ يعني ده صحيح، احنا فعلا من 75 واحنا بنتكلم على هذا الأمر فيما يتعلق بالبترول، وده كان من خلال الشراكات العربية مع مصر فيما يتعلق بالنفط. كان نفط الشرق من دول الخليج بيجي يعدي عن طريق قناة السويس، فبينزل فيه شركة سومد العربية المصرية وبيطلع على دول أوروبا وأمريكا من خلال هذا المسار. النهاردة احنا بقى بنضيف إلى ذلك النشاط هو الغاز الطبيعي، وبما أن الغاز الطبيعي النهاردة في مصر وتم اكتشافه أيضا في دول حوض شرق المتوسط، فكان المبادرة بأن احنا نقدر نتوافق مع بعض بحيث أن احنا ننشئ هذا الكيان اللي هو يبقى في شكل منظمة دولية ونسميه منتدى غاز الشرق المتوسط، بحيث انه يبقى الدول الجوار التي يوجد لديها من الغاز الطبيعي سواء المكتشف او الجاري اكتشافه او الذي لم يتم تنميته بعد، بحيث انه نقدر ننسق السياسات بتاعتنا بحيث انه يتم التوافق فيما بيننا استغلال البنية التحتية وإمكانيات بلدنا في مصر، من حيث ان احنا عندنا محطات لإسالة الغاز، عندنا كمان خطوط وشبكة قوية من خطوط الأنابيب، بحيث ان احنا نستطيع ان احنا نستقبل غاز دول الجوار، نستطيع ان هو يتم بعد ذلك مروره وإسالته من خلال محطات الإسالة اللي موجودة عندنا على ساحل البحر المتوسط، ومن هنا يتم تصديره إلى أوروبا ودول أخرى من العالم. ومن هنا يبقى بنقول أنه هذا التوافق والتنسيق ما بين الدول وبعضها بيجعل أنه الفائدة بتعم على الدول المنتجة ودول المرور ودول التصدير زي مصر، هيعود ده بالنفع الاقتصادي على كل هذه الدول، ومن هنا يبقى فيه توافق ومصالح مشتركة، وبالتالي ده ينعكس على شعوب هذه المنطقة، وأعتقد أن ده يكون في حد ذاته عامل من عوامل الاستقرار، ومن آخر هيبقى عامل من عوامل السلام، بدل ما يكون في صراع وتوترات بين هذه الدول، بل بالعكس هتكون في مصالح مشتركة بينهم، ومن هنا هذا الغاز سيساعد على ذلك. المناطق الجديدة في منطقة غرب البحر المتوسط اللي من المفروض أنه يتم طرحها، هل هناك آليات جديدة لهذه الطروحات؟ ومين الشركات التي تعتزم مصر أو وضعتها يمكن على قائمة الجذب خلال المرحلة القادمة؟ والله ده سؤال مهم فعلا، وإحنا بنعتبر المنطقة الغربية هي مناطق جديدة ولم يتم العمل بها من قبل، وبالتالي يبقى فيها وهي أيضا مياه عميقة، والمخاطرة بالتالي بتبقى عالية. ومن هنا إحنا فكرنا بطريقة غير تقليدية، بما أن إحنا عملنا إصلاحات في الفترة اللي فاتت، وبما أننا بنتكلم على التوسع في جذب مزيد من الاستثمارات فيما يتعلق بالبترول والغاز، وبنقول انه طيب احنا النهاردة حققنا نجاحات زي ما كل العالم شهد بما تم تحقيقه في مشروع حقل زهرة العملاق، فقلنا ان احنا ممكن نكرر مثل هذا بس بطرق غير تقليدية، وبالتالي فكرنا انه لن نقوم بطرح
مزايدة للمنطقة الغربية، بل سيتم الاتفاق المباشر من خلال مفاوضات مباشرة مع الشركات الكبرى العاملة في المجال البترول والغاز في العالم. وبالفعل احنا بدأنا وتم الاتفاق المبدئي مع 4-5 شركات عملاقة، وبالفعل احدهم استصدرنا لها بالفعل كانت سابقة في المفاوضات، وبالتالي استطعنا احنا نستصدر اتفاقيات بالقوانين من مجلس النواب، وجاري العمل على باقي التعاقدات مع باقي الشركات، بحيث انه ان شاء الله هيبقى في حدود 7 مناطق تم اسنادها بالفعل ل5 شركات كبرى، وهذه الشركات الكبرى ستبدأ في العمل في تلك المنطقة. والله احنا بنتكلم على الشركات الكبيرة زي اكسون موبيل، زي شيفرون، زي بي بي، زي شيل، زي توتال، فدي كلها شركات طبعا العالمية الكبرى المعروفة، واحنا شغالين في الانتهاء من الاتفاقات معهم، بحيث انه معظم العمل هيبدأ في اوائل عام 21، العمل بمعنى انه الحفر الاستكشاف ان شاء الله في عام 21، وحتى ذلك الحين طبعا بيبقى في استكمال لإجراءات التعاقد معهم، وطبعا ده بيطرح في حد ذاته الفرصة للشركات الأخرى الأصغر أنها تنضم أو تدخل في مشاركات مع هذه الشركات الكبرى أو غيرها من الشركات الكبرى، أنها تتشجع أنها تستكمل وتدخل في بعض المناطق أو البلوكات التي لم يتم بعد إعطائها أو منحها لأحد الشركات. وده أسلوب جديد بالنسبة لنا إحنا بنشتغل فيه لنستطيع أن إحنا نختزل بعض الوقت اللي كنا بنضيعه في طرح المزايدات وبعدين تلقي العروض ومقارنات والترسية بعد الدراسة. وليه بنقول كده؟ ده مش هيبقى النمط بتاعنا المعتاد، ولكن دي علشان دي مناطق جديدة لسه ومناطق عميقة ومحتاجة استثمارات عالية جدا والمخاطرة فيها عالية، فقلنا ان احنا نستطيع ان احنا نختصر شوية في الوقت. اما باقي المناطق التقليدية فبيتم طرح المزايدات بصفة مستمرة كما بنقول. طيب هلا اكيد من الامور اللي بتجذب فيها الشركات الكبيرة انه ما يكون عندك مديونيات مستحقة على مصر، اعطينا اخر ابديت للاموال اللي المفروض انه بعد تندفع للشركات الاجنبية، خصوصا انه بالفترة الاخيرة في اخر 5 سنوات كان في دفع يعني مبالغ كبيرة للشركات الاجنبية. نعم، احنا انخفضنا باكثر من 80% بتلك المستحقات المتأخرة، ومن هنا احنا بنقول ان احنا في نهاية يونيو 2019 هذا الرقم انخفض ل 900 مليون دولار، وهذا الرقم ان شاء الله على احنا اصلا احنا السنة المالية بتاعتنا من يوليو ليونيو، وبالتالي احنا بنقدر نطلع كشف الحساب في 30 يونيو من كل عام، وبالتالي احنا مستهدفين مزيد من التخفيض في 30 يونيو الجاي بإذن الله، وبحيث احنا نصل الى الرقم اللي بيبقى مقداره الفاتورة الجارية. فإحنا طبعا هذا المبلغ المستحق اللي هو 900 مليون دولار أصبح النهاردة ليس عائقا، لأنه إحنا كنا بنتكلم من 5 سنوات في 6.3 مليار دولار، صح. النهاردة لما يبقوا 900 مليون ما بقاش هو ده الرقم اللي بيتستوقف عنده الشركات، بل بالعكس احنا شفنا دخول شركات معانا جديدة عملاقة ووقعت اتفاقيات وفي مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، ولكن ده مش معناه ان احنا مش هنخفض تاني هذه المستحقات بإذن الله في خلال كم شهر الجايين، بالإضافة إلى ما نقوم بفعله حاليا وهو السداد أولا بأول للفواتير الجارية اللي بتأتينا كل شهر من الشركاء نتيجة شرائنا لحصصهم في إنتاجهم من الغاز أو البترول. طيب بشكل مختصر، قائمة اللائحة التنفيذية صدرت للثروة المعدنية، قانون الثروة المعدنية، هل هناك أي مزايدات قريبة ستطرح؟ طبعا، لأنه إحنا فعلا كنا منشغلين في الفترة اللي فاتت بعمل إصلاح شامل لقطاع التعدين، بدءا من تغيير القانون واستصدار اللائحة التنفيذية بتاعته الشهر الماضي، وكمان أيضا استصدار أو تغيير اللائحة المالية، وكنا بنشتغل بنظام مشاركة إنتاج، النهاردة احنا بقينا بنشتغل بالأتاوة والضرائب وهو النظام المعمول به عالميا اللي احنا كنا متأخرين فيه الحقيقة، وحسننا كمان من نظام التراخيص، ودي كلها كحزمة
أو باكيج هنبقى جاهزين بيها قبل نهاية هذا الشهر إن شاء الله، وهنطرح بالتالي أول مزايدة وفقا وهذه الحزمة الجديدة، القانون الجديد، اللائحة الجديدة، والنظام المالي الجديد، ونظام التراخيص الجديد، وإن شاء الله سيتم الترويج لها في أكبر وأهم مؤتمرات عالمية في التعدين في كندا في الشهر القادم بتورونتو، بحيث أنه نحط تاني مصر على خريطة التعدين العالمية. أنا أشكر حضورك معنا اليوم وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا.